الذنوب يقول الأخ تعبت من الذنوب حقيقة، من ابتلي بالذنب فإن حياته تكون في شقاء، أشقى الناس أكثرهم ذنبا، لسيما إذا لم يعن على الذنب بالتوبة، فإن الإنسان إذا أذنب ثم تاب كان حاله كحال من اتسخ ثوبه ثم غسله، لكن ذلك الذي يذنب ثم يذنب ثم يذنب ثم يذنب ولا يتوب، أو تضعف نفسه يتوب ثم يرجع إلى الذنب، هكذا دواليك، وميل قلبه إلى الذنب أكثر من ميل نفسه إلى التوبة، هذا يكون تعبا مكدودا، فعليه أن يجتهد في تقوية نفسه بالذكر وقراءة القرآن والدعاء، وعليه أن يتوب التوبة النصوح التي ليس بعدها ذنب، فإذا ما أذنب فعليه بالتوبة إلى متى؟ إلى أن ييأس الشيطان منه.